الملويك يجي بحال تيبا الملويك يجي بحال تيبا واخا طيب نسربو شي شويه لان بدا الوقت كيزحمنا وعندنا اتصالات في اخر تفضل نص كيلو ديال الفرس نص كيلو ديال الفرس نص كيلو ديال الزرع سبيسيال اللي نعم عندنا واحد شويه قبيصه شويه ديال الملح ديال الماء عندنا واحد شويه ديال الخميره العجينه نعم كتجي سيده بحال كتجي الخبز ديالها عادي كتكون مزيان كتقسمو لثلاث الكويرات نعم ولا جوج على حسب شنو الكميه الا بغات واش صغار ولا كبار انا كندير ثلاثه نعم. كتكون عندها واحد ربع ديال الزبده ربع ديال الزبده لا كتحاول تذوبها ودير معاها خميره خميره وفاني 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 كتخلطهم وكتطلق ديك الكره الاولى كتطلق مزيان ديك الزبده كدير شويه السميده كتطلق الكره فوق منها الثانيه بنفس الطريقه كديرها بالزبده وديك الرابعه الزبده غادي هذوك كتجي المكرسات الثلاثه هما هذوك ثلاثه وكتوها السيده بحال غادي لها هي ديالها عاديه مربعه نعم كتلقها وكتكون قطعت طرفات ديال الشكلاط كتحاول تخشي دوك الشكلاط فوق تحاول تبعي لها واحد الاسباس واحد الاسباس مثلا نعم وكتغرس داك الشكلاط هي كامله نعم كدهنها السيده بالبيض كتدخلها وكدير لها فوق منها جوج دهرلاش نعم كتدخلها الفران كطيب نعم ما داتلاش لوج اللي كتدخلها كتخرجها كتعاود تهنا بشويه ديال الكونفيتور كدير لها الكوك ولا كدير وملي كتقطعها السيده بحال كتاكل التيبان كتلقاي كلها مغلقه ولا خدوك طرفات الشكلاط يعني بحال التيبان كتحلى كتاكل شي تيبانه ولا كتاكل شي نعم يعني هذه بحال قلتي بات فيتي ولكن طريقه جديده ولا بطريقه سهله ولا المهم بديك الزبده هذيك الزبده خاصها يكثر ما تخليش منها نعم يعني راه وعرايه نص كيلو في الفرس ونص كيلو في الفيل كيلو جزء هي هذيك كيلو ما كتلقى السيده هذيك مزيان كتلقى الكويرات كتكون رقيقه تكون ما تبداش السيده هذيك نعم تكون رقيقه بزاف كدير الزبده والسميده وكتعاود دير الورقه اخرى فوق منها وكطويها على اربعه بحال اللي دير السمنه عادي كتقرصها شويه وكتحاول كتقد دوك الشعرات تاخذ طريقه ديال الشكلاط بلا تكرر كتقرصهم ومن بعد ديك الساعه تندخلوها الفران تدخلها الفران الا داك البيض الفران كدير شويه ديال الجمهر باش ما بغاش دير حتى كتخرج كتعاود دير شويه كونفيتور كدير لها الكوك ولا الجمهر باش لا تبغى كمية ديالها تبارك الله عليك انا بشرى ما عندي ما نقول تحيه لك وشكرا لك على